موضوعنا الرئيسي لليوم عن مشروع تطوير العلا، أكبر متحف حي كوجهة عالمية للسياحة التاريخية والتراثية والطبيعية. فعلا يا سارة، أعمال متواصلة وتطوير مستمر تشهد العلا في كافة المجالات، وجاء تاريخ العلا ووجود معالم تراثية مع طبيعتها أكيد الخاصة اللي تمتزج مكوناتها البيئية ليرسم طبعا ملامح مشروع العلا الواعد. وتكمن أهداف المشروع يا سارة؟ أكيد في تطوير العلا كمتحف حي ووجهة عالمية للسياحة زي ما ذكرنا، تاريخية والتراثية والثقافية والطبيعية، وكمان إعداد مجتمع العلا كأساس للتحول اللي بتشهده العلا وضمان استدامة هذه الوجهة السياحية للأجيال المقبلة. رحلة عبر الزمن. كانت رحلة تطوير العلا الأولى في 2021، واللي قطعت فيها الهيئة الملكية لمحافظة العلا مشوار من مراحل تطوير العلا استهدف تأهيل المنطقة الأثرية، منطقة الحجر، نخيل العلا، النمر العربي، الشعر العربي، كلها ضمن هذه الرحلة المستمرة اللي دخلت مرحلتها الثانية بعنوان نحو مجتمع مزدهر. استهدف التطوير الحضري لوسط وجنوب العلا والانتقال بها لوجهة عالمية عملاً وثقافة وسكناً، وتحسين تجربة التنقل المستدام وصناعة بيئة تربط الإنسان بالطبيعة. لذلك تلتزم العلا في مراحل تطويرها بميثاق الاستدامة اللي يهدف إلى تحقيق حيادية الكربون بالكامل في محافظة العلا بحلول عام 2035. العلا الآن تطورت، والحقيقة الدولة وجهت نظرها لهذه المدينة واهتمت بها. الجميل أن خطة الهيئة الملكية للتطوير محافظة العلا سارت منهج منظم تدريجي من أجل التقاء بالعلا لمدينة حضارية مع الحفاظ على طابعها الطبيعي والتاريخي. العلا وجهة للتراث العالمي، تاريخ عريق وجمال تصنعه أحلام بالمحافظة على الإرث وتحققه جهود سواعد سعودية لها رؤية تفخر بالماضي وتستشرف المستقبل. زي ما شفنا مشاهدينا، منطقة العلا هي تحفة أثرية فريدة، ورح نتحدث عن برنامج تطويرها بشكل مفصل مع ضيفنا عبد الرحمن الطريري، رئيس قطاع التواصل والعلاقات العامة، المتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. صباح النور. أول شيء طبعا نبغى نتكلم عن أكثر عن الهيئة الملكية لمحافظة العلا والدور اللي بتلعبه الآن في تطوير المحافظة. الهيئة الملكية لمحافظة العلا معنية بتطوير كل شيء في العلا، سواء ما يتعلق بالسياحة وسواء ما يتعلق بالمواطنين، وأيضا بما يتعلق بالتنوع الاقتصادي. فبالتالي إذا نظرنا إلى الأرقام، مثلا بحلول 2035 70% من العائد عن الناتج المالي المحلي هيكون من السياحة، لكن في أيضا قطاعات أخرى تسهم في هذا العائد، لعل أبرزها القطاع الزراعي اللي يسهم في 15% من العائد. ويمكن نشهد الأسابيع هذه مهرجان التمور في مزاد التمور كل يوم جمعة وسبت، راح منه أسبوعين وباقي 6 أسابيع، المبيعات ما شاء الله تجاوزت 200 طن حتى الآن. ما شاء الله، جميل. طيب لو نبغى نتكلم بشكل عن المشاريع اللي تم تنفيذها عشان تصير العلا هي وجهة سياحية عالمية، يعني ما في أحد ما نذكر السعودية يقول العلا، رحنا العلا، أنه أكثر مكان شد الناس، فإيش المشاريع اللي تم تنفيذها فيها؟ في فصلين رئيسيين في قصة العلا. الفصل الأول اللي هو المنطقة التراثية الرئيسية اللي تمتد من البلدة القديمة جنوبا مرورا بموقع دادان جبل عكمة وصولا إلى الحجر شمالا، اللي هو أول موقع سعودي يدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذه المنطقة ستشمل إن شاء الله في 2035 مع اكتمال كافة المشاريع 15 أصلا ثقافيا، بين متحف وبين أمور أخرى، وأيضا فيها العديد من المنتجعات. عندنا إن شاء الله على نهاية السنة هذه سيكون افتتاح منتجع دار طنطورة اللي هو موجود في البلدة القديمة، فأنت تسكن في بيوت طين في منطقة عمرها حوالي 800 سنة، لم يأتيها ماء أو كهرباء تاريخيا.
لكنها ايضا يعني اقصى درجات الفخامه الموجوده وفيها سبا. ديسمبر ان شاء الله نهايه السنه احضر الافتتاح، عزمت نفسي ان شاء الله. وفي ذا تشدي الحجر، ذا تشدي هذا موجود في عربات سكه قطار الحجر. أوكي. فانت تسكن في عربات قطار عمرها 120 سنه. واو. بالاضافه لانك جوا منطقه تراثيه. بالاضافه طبعا الى الطبيعه والكائنات الحيه اللي مطلقه هناك زي الغزلان وغيره. الفصل الثاني من القصة واللي هو يعني بالنسبة لنا أكثر أهمية، اللي هو مخطط إنحاء مجتمع مزدهر تم إطلاقه في 30 أغسطس الماضي، اللي هو معني بوسط وجنوب العلا. وسط العلا باعتباره المنطقة التجارية والرابط بين المخططين النافذ على رحلة عبر الزمن، والجنوب منطقة تطوير الحضري. نسعى إلى تطوير يراعي أنسنة المدينة، رفع جودة الحياة، وكل ما ينطلق تحت جودة الحياة على مستوى الرياضة، على مستوى الصحة، على مستوى التعليم. ويتميز المخطط هذا أنه عدد من الخدمات الرئيسية منها محلات التجزئة، المدارس، المساجد، تبعد عنك في أي نقطة كنت 15 دقيقة سيرا على أقدام. جميل جميل. طب الحديث عن الرياضة كمان، إيش أبرز الفعاليات الرياضية وكمان الترفيهية اللي اسمها مربوط يمكن صار بالعلا؟ يعني استراتيجية الرياضة في العلا تركزت على أنه تستهدف الرياضات اللي ذات علاقة بإرث العلا. فبالتالي الفروسية على سبيل المثال، وجود نقوش صخرية تشير لتاريخ الخيول ربما يمتد إلى مئات السنين، جعلنا من البداية نستضيف كأس مولي خادم الحرمين الشريفين لسباقات القدرة دائما في الربع الأول من كل عام. أيضا لدينا بول الصحراء، لدينا أيضا في شهر مارس سباق الهجن، لدينا أيضا سباق الدراجات العلا تور في كل فبراير، وعندنا أيضا الرماية وعدة رياضات أخرى. جميل. طيب لو نتكلم أكثر أنه كيف ممكن يعني يكون مخطط العلا الجديد يساهم في رفع جودة الحياة وتحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطنين، زي ما ذكرت أنه صار في تركيز أكبر عليهم مش بس السياحة؟ طبعا على عدة أمور. أولا هناك أنسنة للمدينة وللطرق، فبالتالي هناك مسارات للدراجات، مسارات للخيول. أيضا هناك مثلا نوادي رياضية جديدة للرجال والنساء، جيم سيكون في الوسط. هناك أيضا الحدائق العامة أو ما يسمى الببليك ريلم. أيضا هناك رفع لجودة المنشآت الصحية، المنشآت الرياضية، والمنشآت أيضا التعليمية. التعليمية جميل. طب لو نبغى نتكلم عن كيف بيدخل عمل الهيئة في العلا تحديدا ضمن جهود المملكة لتعزيز التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي تماشيا أكيد مع رؤية 2030؟ هو رؤية سمو سيدي للعلا للتنمية الشاملة المستدامة هي يعني منبثقة من رؤية المملكة 2030. العلا هي المكان ذو العمق الأكبر على مستوى التراث والآثار، ولهذا يعني سعدنا باستضافة قمة العلا العالمية للآثار خلال الأسبوع الماضي من يوم 13 ليوم 15، وحضرت يعني حضرت بمشاركة أكثر من 300 خبير وعالم آثار من مختلف أنحاء العالم. يعني شاركنا ضيوف من 39 دولة، أكثر من 63 جامعة. أيضا لم نغفل طلبة الآثار في العالم، فشارك معنا طلبة من 18 كلية. اليوم في العلا تعمل أكثر من 12 بعثة أثرية. جميل. بين من يعمل في دادان وفي الحجر وفي البلدة. طبعا جدير بالذكر أنه الهيئة الملكية لمحافظة العلا تشرف أيضا على المناطق الأثرية والطبيعية الموجودة في خيبر وتيمة. وبالتالي استعادة فكرة وادي القرى التاريخي. جميل. طبعا احنا أسبوعنا هذا أستاذ عبد الرحمن نتكلم عن احتفالنا باليوم الوطني السعودي. أكيد. فلو تحب نختم بكلمة منك عن هذا اليوم. بالعكس، يعني هذا يوم نفخر فيه جميعا، واحنا يعني في العلا نسعد دائما ان احنا نسهم في ان نعطي صورة الأمثل والحقيقية عن السعودية وعن المجتمع السعودي مع كل سائح يجينا في العلا. والله يعز وطننا وقيادتنا، وإن شاء الله سوف تنور العلا قريبا جدا. يعطيك ألف عافية أستاذ عبد الرحمن. شكرا لك وكل التفاصيل اللي ذكرتها عن العلا، وأكيد هي العلا من أهم الأماكن في السعودية السياحية والجميلة اللي إن شاء الله كل أحد يقدر يزورها. والآن مشاهدينا حنرجع لهاني وسارة ومكملين فقرات الحلقة من عندهم.